هكا أنا كنت حاير وحشام، بلاصة غريبة ناسها مش مستنسين بيا، شنو باش يقولوا عليا؟ زعما نكون قد المسؤولية، زعما نلقى بيناتهم ثنية، زعما نجم نبدل نظرتهم فيا. هو الكركار، هو العايش بين الكلمة والأفكار. حليت كتابي 365 صفحة ليا، أنا نكتب، أنا نغير، أنا نقرر. نقرر كي كل ما نطيح نقف قوي، نقرر باش كلام الناس ما عادش يأثر فيا. بديت نكتب، الرافي كلامي يتبدل من صفحة لصفحة، حتى تخميمي يتبدل من صفحة لصفحة. في آخر ورقة أنا نخرج نعبر على رأيي، أنا ناخذ كلمة ونحكي على أفكاري، نعرف قيمتي ونعرف غرامي. أنا اليوم ما عادش نحير، وفي حياتي حليت 102. عائلتي كبرت ومحبتي للناس كبرت، اليوم عرفتش معناها تعبك راحة، وبخدمتي الناس مرتاحة. اليوم المخبي بان، كان نقعد نحكي لكم أنا اليوم كيفاه، ماناش باش نوفاو. قل لي انت شفيك مخبي، خلي في اخر الكتاب نشوف شكونك انت.